يشكو المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي من عدم صرف البنوك لأموالهم المودعة لديها نتيجة قرارات ميليشيا الحوثي حظر تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية أو حتى المطبوعة حديثا بالشكل القديم. ويعاني القطاع المصرفي من عجز حاد في السيولة منذ 6 سنوات، ما دفعها لتجميد حسابات العملاء وعدم الصرف لهم إلا في حدود بسيطة لا تلبي احتياجاتهم. ناهيك عن أن البنك المركزي اليمني في صنعاء جمد أموال وحسابات البنوك لديه. الدكتورة فاتن محمد عبدو أستاذة علم النفس بجامعة صنعاء رفضت إحدى البنوك التجارية صرف أموالها من حسابها الشخصي، مؤكدة أنها غير قادرة على السفر للعلاج في حالة مماثلة لآلاف الحالات التي تمتنع فيها البنوك عن صرف أموال المودعين بفعل القرارات الحوثية. الشعب اليمني كله فلوسي كلها في البنك التجاري حتى الرويتال، حقيقة أشتري فلوس عشان أتعالج، يقول لك حنجيب لك 500، اتقوا الله. الحين هذا حكم الرؤوس، ولا قد احنا خلاص انتهينا، ولا فين الحكومه ده عبد ربه؟ فين الناس كلها؟ لم تتبادلوا فينا، جاه الله وجاكم. اشتري فلوسي من البنك من سمه واعرف الاردن اتعالجوا، وانا مش عارف اروح اتعالج امشي اكمل علاجي ليا سنه. من يرضي الله هذا الكلام؟ أنا في البنك الآن عندهم بقبل أشيل هذه 500 بغير رضا، بس ليه؟ كيف يتحكموا فيك 300 500؟ أشتري فلوس تعالج، مشيش من حق، ما مش حكومة، مشيش فلوسكم ولا محتاجة لكم. أنا الدكتورة فاتن اسمي، وأنتوا تعرفوني كلكم، كم من واحد تعبت معه وتعبت مع الجميع. انتوا عارفين من الامتداد مني، سلمي دعواتكم كلها توصلني. انا اسافر اتعالج واجيب فلوسي، ماشي بسرقه كله، كل ما نروح مكان تسرقونا.